السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي في الله. متلازمة الفخر ودورها في جذب الأهداف. نعم، على الرغم من بساطة هذه المتلازمة إلا أن لها دور كبير جدا وفعال، ذلك أن شعورك بالفخر بنفسك وبإنجازاتك وبذاتك يساعد طبعا على تقوية شعورك بالثقة وثقتك في نفسك وفي إمكانياتك. نعم، العقل اللاواعي لا يميز بين الحقيقة والخيال، وبالتالي عليك أن تلازم بأنك فخور بذاتك وأن تردد هذه الجملة في كل المواقف. نعم، عليك أن تشعر بتصالح داخلي مع ذاتك ومع نفسك. هذا الشعور يؤدي بك حتما إلى سلام داخلي بأنك راض على كل قواك الجسدية والعقلية. طبعا رضاك عن نفسك وشعورك بالفخر بكل الأشياء التي حققتها حتى الآن، ذلك يساعدك لا محالة على تعزيز ثقتك بنفسك وتقوية إمكانيات عقلك اللاواعي وعقلك الواعي طبعا لمزيد من جذب الأهداف. عليك أن لا تحبط نفسك ببعض الكلمات، على سبيل المثال أنا لست قادر أو ليست لدي الإمكانيات أو لست قوي كفاية، بل بالعكس ذلك سوف يضعفك وسوف يجعلك تعتقد فعلا بأنك غير قادر على فعل أي شيء، وبالتالي الأهداف تبتعد عنك أكثر وأكثر وأكثر. هذه المتلازمة عليك أن ترددها في كل مرة وفي كل حين. ردد بأنك فخور بنفسك وأنك راضي كل الرضا عن إمكانياتك طبعا، وبأنك قادر على تحقيق ما تتمنى وما تريد بإذن الله. دائما اشعر بسلامك الداخلي وأنك راضي كل الرضا عن ذاتك وعن نفسك طبعا، لكن الأهم أن تقول دائما بأنك تفتخر بنفسك وبكل إنجازاتك. هذا سوف يضاعف ثقتك بنفسك، وبالتالي فإن عقلك الواعي سوف ينتج لك كل الإمكانيات والفرص لتجلب أهدافك بكل ما تريد. يوسف حسن، دمتم دائما فخورون بأنفسكم. إلى الملتقى.